ركلة الجزاء لمصلحة فريق الفيصل. مواجهة مع مالك شلبية. أحمد العرسان، أحمد العرسان، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق أحمد العرسان في الدقيقة الثامنة. أحمد العرسان يترجم ركلة الجزاء إلى الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة. أي بداية نارية لفريق الفيصلي، أي بداية واعدة لفريق الفيصلي في هذه المباراة. التقدم بهدفين في أول ثمان دقائق، هدفين مقابل لا شيء لمصلحة فريق الفيصلي. شاهد ردة الفعل واضحة على بلال الأحام، بداية غير متوقعة على الإطلاق. أشد المتشائمين من فريق الرمثة لم يتوقع هذه البداية. أكيد الفيصل فريق كبير وأيضا الرمثة فريق كبير. هذه الإعادة للإعثار من قبل أبو ضيب، وركلة الجزاء اللي نفذها بنجاح أحمد العرسان. كرة بالزاوية اليمنى ومالك شلبية في الزاوية المقابلة. بداية ولا أروع لفريق الفيصلي، يتقدم الآن على فريق الرمثة بهدفين والابتسامة عند مارديك مارديكيان وبقية الزملاء